نروح للكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن اسامه. طبعا انت تابعت اللقطه النهارده اللي انتشرت على السوشيال ميديا، ولد او طفل صغير رايح اختبارات نادي الاسماعيلي، المسؤوله وفرد الامن اللي واقف على الباب بيقلعوا التيشيرت. ايه رايك في الواقعه دي؟ والنهارده وانا بعلن على الهوا دلوقتي، وممكن يكون ولي الامر سمعنا، هل الولد دلوقتي ممكن نستقبله في النادي الاهلي؟ يتم استقباله افضل استقبال وينزل اختبارات النادي الاهلي؟ طبعا كابتن اسامه، احنا النادي الاهلي باب مفتوح لكل الاولاد اللي عايزين يعملوا اختبارات، وهو ده احنا اللي قلناه من الاول. وانت كنت بتتكلم عن نقطه مهمه جدا، ده في الاخر طفل صغير بيلبس تيشيرت ممكن ما يبقاش عنده تيشيرت زيه، او بيحب النادي الاهلي، او تيشيرت شافه بالنسبه له مناسب راح يعمل فيه اختبارات. فطبعا برضو انا يعني طبعا عايز انوه ان ممكن يكون ده عمل شخصي فردي ما ينومش عن منظومه كبيره، ممكن نادي الاسماعيلي ما يرفض وضع زي كده. بس طبعا في اشخاص دايما عندهم الحاله العصبيه بيوصلونا لاشكال ما نحبهاش في الرياضه المصريه. احنا طبعا نرحب بالولد، بكره يجي ينور اختبارات، يختبر زي اي لعيب عايز يختبر ويقدم في النادي الاهلي، ونرحب بيه طبعا زي ما بنرحب بكل الولاد. احنا من دلوقتي يا كابتن خالد لحظه، احنا بنعلن دلوقتي على الهوا، لو ولي الامر سمعنا او اي حد يبلغه، الكابتن خالد بيبو بكره في استقباله في النادي الاهلي في مدينه نصر يكون موجود في اختبارات النادي الاهلي. وانا بضم صوتي لصوتك يا كابتن خالد ان ده تصرف فردي، تصرف فردي. انا برضو بشيد بالمسؤولين كابتن خالد لماش مدير قطاع الناشئين والكابتن حسن عبد ربه في اللي قالوه وعملوه بعد كده. تمام يا كابتن سامر. واحنا يعني النادي الاهلي مفتوح، يعني اي وقت اي حد بيجي باي لبس بيخش على طول. دول اطفال صغيرين ولازم نعملهم معامله كويسه، ولازم يحس ان هو جاي ينبسط. يعني طبعا يعني اكيد بيبقى فيه زحام شديد، واكيد بيبقى فيه امور صعبه جدا. كل الاطفال وكل الولاد دلوقتي عايزين يلعبوا كوره، والكوره بقت حاجه بالنسبه لهم مهمه جدا. واولياء الامور كمان بقوا عندهم الاستعداد ان هم يودوا اولادهم ان هم يروحوا اي مكان اي اختبار. وانديه مصر كلها بتعمل الاختبارات، وانديه مصر كلها بتستقبل الولاد. وانا دلوقتي وحضرتك بتتكلم، احنا عارضين صوره دلوقتي الولد لابس طقم الاسماعيلي كاملا وموجود في اختبارات النادي الاهلي. والله يا كابتن اسامه انت يعني احنا كل انديه مصر يعني كل لبس بيبقى موجود عندنا في الاختبارات. وعمرنا ما يعني عمرنا ما هنقلع ولا تيشيرت، احنا اصلا بندي للولاد قمصان في كل اختبارات، بس قمصان مرقمه، مش عشان نخبي لبسهم، لا احنا بنديهم قمصان مرقمه عشان خاطر احنا نعرفهم، واللجنه اللي تبقى يعني قاعده بتختار تبقى بتختار بالرقم، مش بتنادي الولد وتطلعه من الولد، بتختار الرقم، ومن على اساسه بيبقى فيه عمليه اختيار. انما احنا بنرحب بكل الناس، والبيت مفتوح، وهو ده يعني الحاجة اللي احنا اتعلمنا عليها جوه النادي الاهلي، البيت مفتوح، اي حد عايز يجي يختبر. وانا قلت من كام يوم، قلت يا جماعه النادي الاهلي هيعمل اختبار لكل لاعب عايز يقدم اختبار في النادي الاهلي. احنا هنروح كل المحافظات، وموجودين دلوقتي في مدينه نصر، ومرحب باي حد. والولد بكره احنا مستنيينه لو عايز يعمل اختبارات في النادي الاهلي. لو هو مش عايز يعمل اختبارات في النادي الاهلي دي حاجه برضه براحته، عشان بس الناس ما تبقاش فاكره ان احنا هنجيبه عشان لا، احنا هو لو عايز يعمل اختبارات في النادي الاهلي، النادي الاهلي بابه مفتوح لكل الناس. اذا باب النادي الاهلي مفتوح للجميع، لكن هذا اللاعب وهذا الطفل خاصه بكره يشرفنا في النادي الاهلي، وكابتن خالد بيبو هيكون في استقباله وهيتم اختباره ومعامله افضل معامله في النادي الاهلي. واحد من نجوم القمه الكابتن خالد بيبو ما ينفعش يكون موجود معانا النهارده وما نسالوش عن ليله القمه. يعني ذكرياتك مع ليله القمه كابتن خالد، وانت واحد من اللي حفروا اسمهم في مباراه الاهلي والزمالك. يا كابتن اسامه، يعني انا واحد من نجوم القمه، وانت ايه ده، انت جبت هدفين في مباراه صعبه جدا، هدفين كانوا صعبين قوي قوي. انا نفسي انت تكلمنا عن ذكرياتك، بس بقى انت بطل الستة واحد. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. بص، مباراه الاهلي والزمالك دي ليها طعم خاص عند جماهير المصريه، بالخاص طبعا جماهير النادي الاهلي اللي انا انتمي اليها، واتشرف
في يوم من الايام ان انا كنت يعني واحد من اللي اسعدوا جماهير النادي الاهلي، او واحد من اللي مثل اللعيبه جوه المستطيل الاخضر، وكان بيتكلم باسم جمهور النادي الاهلي خلال ادائه في الملعب. فطبعا مباراه صعبه جدا واحساس صعب جدا، يعني عمرك ما تقدر تنساه ولا عمرك تقدر تتخيله. استعداد للمباراه، يعني انا بتخيل دلوقتي لعيبه النادي الاهلي كلها، كل واحد قاعد يتوقع، كل واحد في ظروف، يعني المباراه بتبقى في الدوري ليها شكل، ومباراه في افريقيا ليها شكل، في الكاس ليها شكل، انما في الاخر هي مباراه اهلي وزمالك. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن خالد، ليله القمه، ليله المباراه بالليل، كنت متخيل انك تبقى عريس الليله دي وتحرز 4 اهداف؟ وكان شعورك ايه بعد المباراه بعد ما انتهت؟ بص يا كابتن سامي، نقولها كده بصراحه، يعني اللعيب اللي ما بيحلمش ما يستحقش ان هو يحقق حلمه. حلو قوي دي. لازم تكون بتحلم، لازم تكون دايما عندك تطلعات في الكوره، ولازم تبقى عندك مجازفه، ولازم يبقى عندك استعداد دايما ان انت تطور من نفسك وتطور من ادائك وتطور من ارقامك. هو ده لعيب الكوره. انما مجرد ان انا بلعب مباراه، لان انا بلعب مباراه عادي، زي ما دخلت المباراه زي ما خرجت، مفيش اي اهداف، مفيش اي طموحات، مفيش اي احلام انت بتحلمها. طبعا كلنا بنحلم قبل مباراه الاهلي والزمالك طبعا، او اي مباراه كبيره انت بتلعبها، ان انت تحقق حاجه كويسه، ان انت تسند الجميل. احنا بتاخد زي ما بيقولوا ايه، بتاخد يعني حلاوه ادائك وقت من الجمهور، ومن اهات الجمهور، ومن فرحتهم، وان انت ازاي تخلي الجمهور يبقى قاعد في المدرجات قاعد مبسوط وسعيد وحاسس باللي انت بتاديه جوه المباراه. فطبعا لا، يعني احساس متخيل. بص، مهما اقعد انا اوصف، او احسن لعيب في العالم يوصف احساسه وهو جوه المباراه والناس مبسوطه، لا احساس صعب. احساس جميل طبعا. اخيرا يا كابتن خالد، رساله منك للاعبي النادي الاهلي، ورساله برضو للكابتن سامي قمصان. والله طبعا لعيبه النادي الاهلي، يعني انا دايما بقولها وافضل اقولها طول عمري، يعني ان جات لك فرصه ان انت تمثل النادي الاهلي، ما تسيبهاش، عشان بعد كده هتندم عليك. مش انت دلوقتي ربنا كرمك، الناس اللي هتبدا تعمل احسن المباراه حاجه دلوقتي في حياتك، فاستغل الفرصه. انت مش ضامن المباراه دي يكون موجود، فما تضيعش الفرصه دي. يعني انبسط. انا دلوقتي يعني انا ممكن اقول حاجه بس خارج الموضوع، بس هي هو ده الحقيقه دلوقتي. انا بروح النادي الاهلي كل يوم دلوقتي ان هو اخر يوم ليا في الشغل، فبنبسط وبعمل كل حاجه احسن حاجه عشان اطلع كل اللي عندي. هو ده لازم اللعيبه تبقى عامله كده النهارده، بكره في المباراه وباي مباراه بتلعب، انبسط ان دي اخر مباراه تلعب. كابتن سامي قمصان بقى، كابتن سامي قمصان طبعا عليك حمل كبير جدا، بس كل جماهير واداره النادي الاهلي بتثق فيك في وبتثق فيك، وده شيء مهم جدا. انت عندك خبرات كبيره جدا، واشتغلت فتره طويله جدا، وتقدر ان انت تقود فريق النادي الاهلي بكره المباراه جيده، والتوفيق ان شاء الله يكون حليفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك يا كابتن خالد، شكرا جزيلا يعني على المداخله المهمه والقيمه، وباكد على كلامك، وبنقول مره ثانيه لوالد اللاعب او الطفل، بكره كابتن خالد بيبو مستنيك في النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد.